إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. إسلامنا هداية وقاية منا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الطاعات. أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج الإسلام والحياة، الذي نستضيف فيه جملة من العلماء الفضلاء ليجيبوا فيه عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. يسرني في هذه الحلقة أن أستضيف صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس، عضو مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء. أرحب بكم شيخ حمزة، تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. آمين، وأنتم كذلك. أذكركم أيها المستمعون والمشاهدون الكرام بإمكانية التواصل مع البرنامج على الأرقام الآتية: 021-366-11-01 و 021-366-11-02 و 021-366-11-04. ويمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح وعبر حساب التناصح على تطبيق التليجرام. ويمكنكم متابعة البرنامج أيضا عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM. كما يمكنكم متابعتنا على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 12687 أفقي على قمر النايلسات. أجدد الترحيب بكم صاحب الفضيلة، وعود ميمون إن شاء الله. كنا قد تحدثنا في آخر حلقة عن مسألة الرهن في الفقه الإسلامي، وأخذنا تعريفه في الحقيقة شيخ وأركانه وأيضا شرط المتعاقدين، ولكن لا بأس شيخ أن نعيد هذا تذكيرا بما أن المدة قد طالت. يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد من أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها السادة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل سنة وأنتم بخير، وتقبل الله منا سائر الطاعات، إنه على كل شيء قدير. بارك الله فيكم. نعم، يعني أنا طبعا تكلمت في أواخر الحلقات قبل أن يدخل شهر رمضان عن بعض الأمور المتصلة بالرهن، ولكن نظرا لأنني نسيت ما قلت، ثم بعد ذلك ليس لدي أصول أرجع إليها كتابة، فلا أعرف أين وقفنا، ولذلك قلت إنني سأعيد ما قلت بإيجاز شديد بعون الله تعالى إن شاء الله. أولاً، قضية الرهن في لغة العرب هو اللزوم والحبس، هو اللزوم والحبس. قال سبحانه وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة. نعم، فإذن اللزوم والحبس، هذا معنى كلمة الرهن. نعم، واصطلاحاً قال ابن عرفة رحمه الله تعالى: ما قبض توثقا به في دين، أي حاجة يقبضها الدائن من المدين يتوثق بها في دينه حتى يرجع إليه فهو رهن. إذن هذا هو تعريف الرهن. فيخرج من ذلك يعني الوديعة والمصنوع عند صانعه فهي ليست رهينة. نعم،
الوديعة نعم عند مودعها بالفتح، والشيء المصنوع عند صانعه لا يعد رهنا. أما بالنسبة لحكمه فقد ذكرنا أيضا بأنه جائز شرعا في الحضر والسفر، نعم سواء كان مشروطا أو متبرعا به وليس واجبا. لماذا؟ لقوله عز وجل: فإذا أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. إذن ليس واجبا كما فهم بعض العلماء حتى من السلف الصالح، بعض العلماء قالوا هو واجب في السفر، أفهموا هكذا من الآية؟ نعم. وقال ابن حزم إن شرطه في الحضر غير جائز وفي السفر جائز. نعم هذا رأي ابن حزم. نعم. المسألة الأخرى: هل يشترط قبضه؟ الأصل فيه أن الرهن يقع بالقول، فإذا قال له رهنتك هذا الشيء في نظير دينك فيعني هذا هو الرهن مجرد القول، لكنه لا يتم إلا بالقبض والحيازة، ولأن الله سبحانه وتعالى يقول: فرهان مقبوضة، فوصفها بقضية القبض فيها. نعم. ثم بعد ذلك الحيازة من تمامها، لابد أن يحاز الرهن وإلا فلا يصلح، فإذا لم تمكن حيازته فلا رهن، يصبح الدين عاريا عن الرهن. مسألة القبض للرهن من تمامه والحيازة كذلك، لكنه كما ذكرنا يلزم بالقول. قال ابن عاصم: والحوز من تمامه وإن حصل ولو معارا عند راهن بطل. نعم. إذن الحوز لا يتم الرهن إلا به. وقد تشدد بعض العلماء ومنهم المالكية في مسألة هذا الحوز وعدم جولان الراهن، والراهن هو المدين والمرتهن هو الدائن، يشترطون عدم جولان يد الراهن في الرهن، وإلا فإنه يبطل كما قال ابن عاصم، ولو حتى عن طريق الإعارة لا يجوز أن يعيره. نعم المرتهن لا يجوز له أن يعير الرهن للراهن، وإلا فيبطل ويبقى الدين بلا رهن. كذلك كما قلنا يجب بالقول، لكن يلزم هذا الراهن يلزم نعم عن طريق الحكم بالإقباض، إذا يعني صدر منه بالقول ما يوجب رهنا ورفع الأمر إلى الحاكم فإنه يجبره على دفعه للمرتهن. إذن يلزم بالإقباض عن طريق الحاكم، نعم، ويلزمه بأن يقبضه بأن يسلمه للمرتهن. المسألة الأخرى: أين يوضع الرهن؟ الرهن وضعه الصحيح الشرعي هو عند المرتهن، أي عند الدائن أو عند أمين، إذا لم يتفق الراهن والمرتهن على وضع الرهن عند المرتهن فيوضع عند أمين، يعني هذا حل وسط، يختار شخص ثقة يوضع الرهن عنده حتى يستطيع المرتهن في حالة العجز عن سداد الدين يستطيع أن يدفع إليه منه دينه. فهذه المسألة إذن نعم إما عند المرتهن أو عند الأمين. نعم.
بالنسبة لأركان الرهن ذكرناها في الماضي ونعيدها موجزة. أولها العاقدان. من هم العاقدان؟ هم الراهن والمرتهن. نعم، الراهن والمرتهن. الراهن هو المدين والمرتهن هو الدائن. نعم، ويشترط فيهما يعني كما يشترط في البائع يعني كمال الأهلية أو الأهلية الكاملة. نعم، ما التمييز وعدم الإكراه وعدم الحجر. نعم، لابد أن يكون مميزا. إذن الصبي لا ينفع رهنه إلا إذا وافق وليه وأمضاه، فهذه كالبيع تماما. فإذا باع الصبي شيئا يعني يقع البيع، ومن جهة يلزم المشتري، ولكنه لا يلزم الصبي إلا إذا وافق وليه على ذلك. وعدم الحجر، إذا كان يعني السفيه إذا أرهن شيئا لا ينفع هذا الرهن، يقع هو ولكنه لا يلزم إلا إذا وافق وليه. فكذلك يبين الفقهاء أن هناك شيئا ما يختلف فيه في الرهن عن البيع، وهو أن بيع المريض واقع وبيع المرتهن نعم يعني يختلف الرهن عن في المبيع في عدم المرض. إذا لا يجوز رهن المريض لأن المريض في حكم المحجور عليه، لأن ماله آيل إلى الورثة إلا إذا نفخ الله في روحه واستمر حيا. إذن يختلف الرهن عن البيع في عدم المرض. ثم بعد ذلك يجوز، هذه مسألة أخرى، يجوز للولي أن يرهن يعني شيئا أو سلعة يمتلكها من تحت ولايته. يجوز للولي أن يرهن سلعة أو شيئا ما تحت من للصبي يمتلكه. نعم، في مصلحة من يرهنه؟ في مصلحة المولى عليه، يعني في مصلحة دين الصبي. نعم، تماما، في مصلحة الصبي أو السفيه. إذن يعني هذا بالنسبة لصالح المولى عليه. نعم. الركن الثاني بعد العاقدان المرهون. الركن الثاني هو المرهون، وهو كل ما يمكن استيفاء الدين منه أو من ثمنه. نعم، كل ما يمكن أن يستوفى أو أن يستوفي المرتهن منه دينه أو يستوفيه من ثمنه عند العجز، وهو كل ما يباح بيعه. كل ما يباح بيعه، كل ما يمكن أن يباع يجوز أن يكون رهنا. ونذكر المستمعين الكرام على قضية الشروط في البيع. المبيع ماذا يكون؟ أن يكون طاهرا، فلا يجوز أن يباع النجس ولا المتنجس. تكلمنا عن المسألة هذه وقلنا يمكن أن يباع المتنجس في الأمور التي يمكن استعمالها حتى مع نجاستها، كالثوب المغسول بماء نجس وما في حكمه، لكن اشترط الفقهاء على أن يبين للمشتري ذلك، فإن لم يبين له ذلك يمكن له أن يرد هذا المبيع. إذن كل ما يباح بيعه لو اشترط فيه الطهارة، هذه واحدة كما ذكرنا، ثم أن يكون منتفعا به، فلا يجوز أن يباع الأشياء التي لا ينتفع منها بها كالتراب إلا في بعض الحالات،
لكن التراب أحيانا ينتفع به. نعم يعني تغيرت الأمور وأصبح بعض الدول تشتري التراب أو تغتصبه من دولة أخرى، إذن التراب يصح بيعه، ولذلك يستعمل كثيرا في أكثر البلاد منتفعا به. ثم بعد ذلك القدرة على تسليمه، المبيع لابد أن يكون البائع قادرا على تسليمه، فلا يجوز بيع السمك في الماء ولا الطير في الهواء، فلا بد أن يمكن تسليمه. وهذه تحدثنا عنها في باب البيوع، لكنهم قالوا يعني السمك في الماء ما لم يكن محصورا في بركة ما يمتلكها البائع، فإنه يمكن أن يبيع هذا السمك الذي هو في الماء أن يبيعه للمشتري. والطير في الهواء كذلك الذي لا يمكن تسليمه. قد يقول قائل إن هناك بعض الطيور يمكن تسليمها، كما إذا كانت محصورة في أماكن معينة وهي تطير وترجع كما هو الحال في الحمام وغيره، فهذا يمكن تسليمه ولذلك يمكن أن يباع. إذن نعم القدرة على تسليمه، وأن يكون معلوما بطبيعة الحال المبيع لابد أن يكون معلوما، فلا يجوز بيع المجهول. نعم ثم بعد ذلك أن يكون غير منهي عنه شرعا، فإذا نهى الشرع عن بيع شيء ما فلا يجوز بيعه، كالخمر. الخمر اجتمعت فيه نعم علتان، العلة الأولى هو أنه نجس عند بعض العلماء، صحيح بعض العلماء يقولون إنه غير نجس، لكن كثير من العلماء يرون أنه نجس. والثانية أنه منهي عن التصرف فيه شرعا. نعم فإذن الخمر لا يجوز بيعه وبالتالي لا يجوز رهنه. يعني يتحدث الفقهاء عن مسألة الخمر هذا إذا صار حلالا، وذلك بأن تخلل. ماذا يحدث؟ قالوا إذا تخلل يصبح رهنا، يمكن رهنه، يمكن أن يباع وأن يشترى وأن يرهن. نعم يمكن رهنه، فإذا رهن نعم فذلك جائز، أما قبل أن يصير خلا فلا يجوز رهنه. هذا بالنسبة لي غير منهي عنه شرعا. عندنا مسألة أخرى مهمة وهي تتصل بالبيع والرهن، وهي مسألة بيع الغرر. ما فيه غرر سواء كان كثيرا أو يسيرا لا يجوز بيعه. لا يجوز بيع الجنين في بطن أمه، لأن لا نعرف هل يولد حيا أو يموت في بطن أمه إلى آخره، وهذا لا يجوز بيعه. بالنسبة للرهن قالوا يجوز فيه الغرر اليسير، ويضربون لذلك أمثلة، منها مسألة يعني ما لم يبدو صلاحه، الثمرة التي لا يبدو صلاحها هذه لا يجوز بيعها. ويتحدث العلماء على أن إذا بيعت بشرط القطع أو الجذ يجوز ذلك، لأن في بعض الأمور يعني يستفاد منها حتى ولو كانت ما زالت نيئة، ما زالت لم تنضج، فإذا بيعت على الجذ على القطع فذلك جائز. هل يجوز ذلك في الرهن أو لا؟ نعم يجوز، قالوا لأن الغرر يسير. صحيح قد يستمر أمرها يعني وهي غير ناضجة، وقد تنضج بعد حين فيمكن استيفاء الدين منها. فإذا الغرر يسير في الرهن جائز. هذه مسألة مهمة. ثم بعد ذلك يتحدث الفقهاء
عن رهن يعني عن رهن البائع السلعة نظير الثمن، هل يجوز للبائع أن يرتهن هذه السلعة نظير ثمنه؟ وهذه التي يسميها الفقهاء يعني حبس السلعة نظير الثمن، أو يقولون يعني حبس السلعة نعم عند بيعها حتى يسلم له الثمن، فهذه المسألة يتحدث عنها الفقهاء. بالنسبة لحبس السلعة حتى يدفع إليه الثمن، قالوا هذه لا تنفع إلا في الأشياء التي يغلب عليها عدم التغير، فإن كانت من السلع التي لا يمكن أن تتغير بسرعة كالأراضي والمباني وما إلى ذلك، حتى السيارات كذلك يمكن أن يبيع الإنسان سيارته ويحبس نعم ويحبسها أي يحبس هذه السلعة حتى يدفع إليه ثمنها. إذن يجوز رهن البائع السلعة نظير الثمن، نعم يجوز ذلك في الأشياء التي لا يسرع إليها التغير، نعم مثل قلنا السيارة وهي ما يسميه الفقهاء حبس السلعة حتى يدفع له المشتري ثمنه. نعم عندما دفعها يدفعها إليه، لما يدفع المشتري ثمن السلعة للبائع عندئذ يجبر البائع على دفع السلعة. لكن هنا مباحث أيضا يجب أن ننبه عليها، وهي مسألة إذا تبايع شخصان مشتري وبائع، البائع سلعته عنده ما زالت والمشتري ثمنه عنده، ويعني وتخاصما في أيهما المبتدئ بالدفع، هل على البائع أن يسلم سلعته هو الأول أم على المشتري هو الذي يسلم الثمن هو الأول؟ المسألة هذه فيها تنازع بين الفقهاء، لكن الجمهور على أن نعم على أن المشتري يجبر على دفع الثمن للبائع، فإذا دفع الثمن للبائع فإن ورفع الأمر للقضاء فإن القاضي يجبر البائع على دفع سلعته للمشتري. نعم نعم شيخنا، عندنا مسألة أخرى نعم، وهي مسألة الرهن، هل يجوز أن يكون دينا؟ هو توا في نظير دين، لأن احنا قلنا الرهن عبارة عن توثق به في نظير الدين، وهل يجوز أن يكون الرهن في 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 نظير الدين أيضا، أن يكون الرهن دينا في نظير دين؟ قالوا نعم يمكن أن يكون في نظير الدين أن يكون دينا، لكن بشرط ألا يؤدي إلى الربا، وذلك في قضية الدين بالدين عند شروط نعم حتى لا يصبح ممنوعا. والطعام كذلك تفاصيله كثيرة في قضية نعم يعني في قبضه وعدمه وتأجيله إلى آخره، كل ذلك نعم لابد أن ينظر إليه. نعم. فإذا خلا مما يقع فيه الربا فإن ذلك جائز. نعم لك شيخنا، كيف يتصور أن يكون الرهن دينا؟ يتصور أن فلانا يريد مني دينا فأنا مدين كويس، وهذا فلان الذي يريد مني دينا أنا أريد دينا من آخر،
فأحيله إلى هذا الذي أريد منه الدين. إذا لم يكن في ذلك ربا من حيث التأخير أو الطعام أو غيره فذلك جائز. هذه هي تصورات الرهن يكون دينا في نظير الرهن يكون رهنا الدين عفوا يكون رهنا في نظير الدين دين في دين. نعم عند تنوع الأشخاص. المسألة ربما التي بعدها وهي هل يجوز أن يرهن المشاع؟ المشاع السلعة التي لا يمتلكها شخص واحد وإنما واحد يملك ربعها والآخر يملك نصفها والثالث يملك ثلثيها إلى آخره مثلا. كويس. هي المسألة تجرنا هل يجوز بيع المشاع؟ نعم يجوز بيع المشاع. نعم يعني إذا كان أنت تملك في الشقة نصفها وأنا أملك ثلثها وشخص آخر يملك سدسها فهي بيننا على هذه الأجزاء وما زالت مشاعة. نعم يجوز أن يرهن أحدنا حصته في نظير دين كما يجوز أن يبيع حصته من أجنبي ويجوز أن يبيعه من أحدنا طبعا باب أولى لكنه يجوز أن يبيعه من أحد آخر إذا سلم من الشفعة في المشاع. نعم والشفعة تحدثنا عنها يعني ب ب بإسهاب كبير وقلنا إنه يجوز أن يشفع في ما بيع مشاعا. هذه مسألة المشاع يباع يمكن أن يباع ويمكن أن يكون رهنا. إذا تسلفت أنت مبلغا من المال وأصبح دينا في عنقك وفي ذمتك وطالب صاحبه برهن يمكنك أن ترهن حصتك في سلعة مشاعة مثلا. يعني أنت قبضت الدين واشترط عليك صاحبه أن تدفع له رهنا فقلت له أرهنك ربعي الذي أملكه في الشقة هذا جائز. نعم يمكن أن لكن كيف طريقة القبض؟ قالوا إذا كان الشقة هذه شخص واحد ورهن ربعها أو نصفها هي مسألة الحوز لابد أن يحوزها كاملا هذا المرتهن. نعم لابد أن يحوزها كامل فإذا كانت بقية الأجزاء لأجنبي فلا بأس أن يحوز الجزء فقط الذي للراهن فقط وليس للكل. إذا كان هو يملك جزءا من هذه السلعة ورهن هذا الجزء وهو يملكها كلها لابد في الحوز أن يتم على الجميع على الكل. نعم ولا يجوز أن يقال يعني يقبض الربع فقط وثلث أرباع لا يقبضها إذا كان المالك واحدا. نعم. أما إذا كان الملاك كثيرين فهذا يجوز أن يرهن ربعه أو عشره فقط ويحوزه المرتهن ولا يحوز الذي للأجانب. نعم لكن شيخنا كيف يتصور حيازته إذا كان المشاع هذا لم يقسم بعد يعني بين الشركاء؟ نعم من ناحية نظرية نعم حازه بمعنى حازه لأنه الحيازة ليست ملكا وإنما هو المقصود وضع اليد عليه. قلنا إذا كان هو يعني الكل للراهن ورهن ربعه وثلث أرباع له كذلك هذا لابد أن يحوزها كلها المرتهن. أيوة. بحيث المقصود كله هو منع الراهن من أن تتجول يده في الجميع. أيوة. تماما. نعم.
نعم، فتح الله عليكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. هل ما زال هناك شيخنا مساء لم يمكن يعني أن نأخذ بعض الاتصالات؟ يمكن أن نأخذ. نعم نعم. طيب إذا كان هناك اتصالات ربما نبدأ بأول اتصال. طيب شيخ لم تجهز بعد الاتصالات، يمكن نستمر يعني في أخذ ما تبقى من مسائل؟ نعم، بقي لدينا كثير هو الحقيقة في مسألة الرهن تفاصيله كثيرة، منها مسألة احنا ذكرنا من الأركان العاقدان الراهن والمرتهن وقضية المرهون. وعندنا الصيغة من أركان الرهن الصيغة، ولذلك يعني ما هي الصيغة المطلوبة في الرهن؟ اختلف العلماء في ذلك، لكن جمهورهم يقولون، منهم المالكية يقولون يعني يحدث الرهن بأي صيغة، بل حتى بالمعاطاة بدون كلام. إذا تحقق الدين من شخص لشخص، يمكن للمدين أن يدفع رهنا للدائن دفعا، يعني يسلمه إليه ويقول له هذا رهن في دينك. فإذا لم أستطع أن أدفع عليك شيئا فيمكنك أن تأخذ ذلك منه. نعم نعم شيخنا، بارك الله فيكم. نستأذنكم في أخذ بعض الاتصالات شيخنا. الأخ مصطفى، زكريا، إدريس، إدريس من طرابلس. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ أسامة، كل سنة وأنت طيب. أهلا وسهلا بك إدريس، كل عام وأنت بخير. حيا الله الدكتور حمزة، بارك الله فيه وأطال الله في عمره وحسن عمله يا رب العالمين، ونفعه ونفع بهم. آمين يا رب العالمين. يا رب العالمين، وحياكم الله فيك يا إدريس. آمين. والله يا شيخ أسامة، سؤالي هو مرت نقاش بينك وبين مجموعة معينة في أمور دين، طبعا احنا جهلة في الدين ونحن ناس عامة. لكن مرة في حدث نقاش في جهلة على المسجد اللي هي على المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة. فأتكلمت أنا قلت هذا هو، هذا يخص السيدة مريم عليه السلام وهذا يخص الرزق. لو تبدل هذه الآية بأن تكون قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى، هذه جاية في تكبيرة الإحرام والصلاة بعد، أكثر المفسرون ذكرها في تكبيرة الإحرام. تقصد الآية الآية اللي تنكتب على المحاريب يعني؟ على المحاريب أو حتى في الأثناء، ولا على المحراب، يعني تخص السيدة مريم عليها السلام تخص الرزق. قلت أنا قاعد نتكلم عن هذا، قلت قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، هذه أكثر المفسرون ذكرها في عليه تكبيرة الإحرام، يعني لما تقول الله أكبر تدخل في الصلاة طول. هل علي هذا مثلا نقول علي اسم في هدايا من غير من الآيات؟ طبعا مش مفضل هذه عليه هذه، لكن هي هذه هذه عامة، هذه تخص الصلاة وتخص العموم كلها. واضح واضح يا إدريس سؤالك، بإذن الله تسمع إجابة الشيخ إن شاء الله. ناخذ مصطفى من مصراته. نعم يا مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله. معلش انا عندي استفسار بس. طبعا. انا عندي حي جدي زوج مره ثانيه. توفى حي جدي وبعد قاعد تاخذ، يعني انا عندي عمتي ما زوجتش، فقعدت متقاسم معاش الضمان بين عمتي اللي زوجتش ومره جدي. بعدها مره جدي زوجة راجل ثاني. وقفت على انها تاخذ نص معاش الضمان بتاع حياه جدي. بعد تالي هي طلقت ورجعت خذتها مره ثانيه. فهذا هل يجوز لها ولا لا؟ تمام تمام. تسمع ان شاء الله الاجابه يا اخ مصطفى ان شاء الله. ناخذ علي من درنا. علي من درنا، نعم يا علي. علي يا ريت تسمعنا من الهاتف، لو جنبك التلفزيون يا ريت تنقص الصوت. نعم يا علي انت على الهواء. مرحبتين يا شيخ حسام. اهلا وسهلا بك يا علي، تفضل. اخبارك؟ الله يسلمك، بارك الله فيك. حيا الله حيا شيخ حمزه ابو صالح. الله يبارك فيك يا رب، الله يسلمك. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. كل سنه وانت طيب ان شاء الله، تقبل الله منا ومنكم ان شاء الله.
امين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. يا شيخ أسامة تفضل. عندي سؤال يا شيخ. عندي عيل شاب يعني ولدي ده ما يصليش، ما تصحبي بيه مع الصلاة ومين ما في شيء. مع الوزع حرام، وزع حرام عليك خليه يصلي. الوزع سليم ما ينضرب هو. ديما نصحبي بيه ديما نحكي له على الصلاة ولكن ما فيش فايدة، ما زال ما فيش عيب الا الصلاة بس. ايه لكن اخلاقها كويسة واموره كويسة. شاب مراهق يعني ولا في عمر الكم يعني؟ شاب لا خريج جامعة والله. خريج جامعة. هذا حتى الجامعة. مهندس يعني دخل حتى الجامعة واموره كويسة 100%. لكن على الصلاة ما مش رضي عليها. لما نحكي له يقعد يوم يومين يصلي وبعدين يصير الصلاة. طيب وكنت كنت تنبه فيه في صغره على الصلاه دائما زي توه يا اخ علي؟ ناس صحفي دي مع الصلاه والله نحكي له على الصلاه من صغره يعني من التسعه والسبع سنوات. مرات يصلي يا شيخ مرات مباراه كل كويس يومين ثلاثة أربعة تمام وبعدين ينقل الاخرى. طيب نصلي. طيب ان شاء الله تسمع توجيه الشيخ. حل في الحل دي نايم راجل كبير وصبر راجل خرج جامع متعلم. تسمع ان شاء الله توجيه الشيخ يا اخ علي، نسال الله ان يهديه يا رب العالمين. ناخذ الاخ فتحي من زليطن. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك يا فتحي. حياكم الله يا شيخ. مرحبتين بك، اهلا وسهلا. والله قلت للشيخ على البطاقه على المعارف المصرفيه كيف تصرف فيها؟ كيف تبيعها وكيف شرها؟ انت قدمت عليها ونزلوا لك؟ نعم. قدمت عليها ونزلوا لك؟ طلعت حطيت له عن البطاقة. كيف؟ طلعت البطاقة اللي بنبيعها كيف طريقتي عنها؟ انت تو يعني نزلوا لك ال 4000 دولار هادو، انت تسال يعني نزلوا لي ال 4000 ايه تسال كيف تدير باش تستخرجهم يعني شنو الطريقة الشرعية؟ نسحبها بالدولار والله بالجنيه الليبي كيف طريقة طيب ان شاء الله تسمع توجيه الشيخ باذن الله. بارك الله فيك، رحم الله والديك. وفيكم بارك الله. نعم ناخذ مسعود من مصراته. نعم يا مسعود تفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا مسروق يا شيخ. نعم يا مسعود تفضل. انا جيت مفاجرك الصبح. شربت ميه. في رمضان هذا تحكي؟ رمضان بعد ما اذن الفجر شربت ميه؟ أدنى شربة وأدنى الفجر. أنت تشرب أدنى عليك الفجر؟ إيه. باهي، ولما سمعت أدنى حولت اللي تشرب فيه ولا استمريت؟ لا أنا قعدت نشرب يعني. تسحبها عادي. باهي، تمام. تسمع إن شاء الله إجابة الشيخ يا أخ مسعود. طيب شيخنا لعل نجيب عن الأسئلة، الأخ إدريس من طرابلس يسأل يقول حدث نقاش بيني وبين المصلين يعني في المسجد فيتكلموا عن الآية اللي تكتب في العادة على المحاريب كلما دخل عليها زكرياء المحراب، فقال في النقاش أنا قلت لهم كان يعني الأولى أن يكتب آية قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فقال هل بعدين يعني شك أن ربما قوله هذه الآية أنسب أو هذه الآية كذا في تفضيل للقرآن بعضه على بعض أو شيء من هيك، فقال هل علي إثم يعني فيما قلته؟ الظاهر لا إثم عليه لأن هي المسألة مش مسألة تفضيل، ولكن رأى أن كتابة هذه الآية أفضل من غيرها في التقديم فقط في كتابتها في هذا الموضع، وهذه مسألة لا أعرفها، لا أستطيع أن أن أقول هذه أنسب من هذه. لكن كونه أبدأ رأيه في هذا الموضوع يعني معلش إثم فيه؟ لا ما في شيء. نعم هذا في رأيي. نعم. بارك الله فيكم شيخنا جزاكم الله خيرا. الأخ مصطفى يسأل قال حياة جده رحمة الله عليه تزوج من امرأة أخرى ثم توفي وكانت له بنت، يعني هذا الجد كانت له بنت لم تتزوج بعد وترك زوجته هذه أيضا، فقال كان ينزل لهم معاش الضمان فكانوا يقسموا فيه بالنص، بعدين مرت جدة تزوجت من رجل آخر فتوقفت عن أخذ هذا النصف ثم طلقت من ذاك
الزوج الآخر فعادت تأخذ النصف مع ربيبتها. فيقول يعني هل لها الحق بعد ما تزوجت وطلقت من رجل آخر أن ترجع تأخذ النص من معاش ضمان جدي؟ هي المسألة هذه ليست مسألة مواريث، وإنما مسألة تحكمها لوائح الضمان وقوانينه، فيرجع في ذلك إليها، أي ولا علاقة لها بالمواريث. نعم. لذلك من قصة زوج الجدة وبنت جدة اللي هي عمته، أول ما توفي، نعم الميراث معروف الميراث صحيح، لكن مسألة من يأخذ راتب الضمان فهذه تحكمها لوائح الضمان، فليسأل عنها أهل الضمان. نعم. بارك الله فيكم شيخنا، فتح الله عليكم. الأخ علي من درنا قال أنا عندي ابني شاب في الجامعة الآن وأخلاقه حميدة وأخلاقه جيدة وكل شيء، لكنه لا يصلي. قالوا على قد ما حاولت معه ونصحته بالحسنى وكذا وهو لا يستجيب، أحيانا مرة يصلي كي، لكن بالعموم يعني هو قاطع الصلاة. فيقول ما توجيهكم أو ما نصيحتكم لي، كيف نتصرف معه؟ لا هو لا نصيحة لنا إلا بكثرة نعم المحاولات بأنها غير ميؤوسة، يكرر دائما أمره الصلاة. ونصيحتي له بأن يربطه ببعض الأصدقاء والزملاء المصلين، لأن الإنسان إذا ارتبط بجماعة معينة هم الذين يحثونه على الصلاة في أوقاتها ويتحرون مواعيدها إلى آخره، وهذه ملحوظة بصورة عامة. فالصديق دائما يكون أصدقاؤه له أسوة، فإذا كانوا محافظين على الصلاة فأنصح هذا الرجل السائل أن يفتش له عن بعض الأصدقاء الذين يصلون في أوقاتها، ويربط هذا الطفل أو هذا الشاب بهم. هذا الشاب كبير الآن، نعم يعرف الحلال والحرام، فليكثر له أبوه من التحدث عن هذا، لكن ربطه بأصدقاء محافظين على الصلاة أهم شيء في نظري. الله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. بعض الآباء في مثل هذا الموضع شيخ يعني يلجأ إلى فكرة حرمان الابن من بعض الامتيازات أو ممارسة ضغوط أخرى عليه، يعني هل تنصح بمثل هذا أم لا تراه مجديا؟ لا هذا ليس حلا. الحل هو ربطه ببعض الأصدقاء الذين حسنت أخلاقهم الدينية وكانوا محافظين على الصلاة، فإنه سيلتزم الصلاة بعون الله تعالى، ويكثر من الدعاء. فإن الدعاء في هذه المسألة مهم جدا. نعم. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. الأخ فتحي من زليطن يسأل، يقول أنا نزلوا لي $4,000 متاع البطاقة، فيقول كيف الطريقة الشرعية يعني باش نقدر نسحبهم أو كيف نتصرف فيهم يعني؟ أما هذه فلا يعني ليس عندي فيها حكم ما. يعني هذه المسائل يعني اختلطت علي وبالتالي لا أفتي فيها. بارك الله فيكم. بارك الله فيك شيخنا وزادك الله علما ونفع الله بكم يا رب العالمين. الأخ مسعود من مصراتة يسأل، يقول أنا كنت نشرب في مية في رمضان يعني، وأذن عليه الفجر وهو يشرب، فقال استمريت يعني في الشرب، فقول شن حكمي؟ قال نسحبها حلال عادي. يبدو عليه القضاء في الحالة هذه، عليه أن يقضي ذلك اليوم بعد تمام رمضان. نعم. ما تلزمش كفارة يعني؟ لا تلزمش كفارة، لأن كفارة مربوطة بقضية انتهاك حرمة الشهر. وهذا رجل جاهل لا يقصد انتهاك حرمة الشهر. نعم. نعم. فتح الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم وزادكم علما ونفعنا بكم. أيها المشاهدون والمستمعون الكرام، آمين. إلى هنا قد انتهت حلقتنا، وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا
هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، نجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية.